انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر يونيو المقبل اليوم بمقدار دولار واحد وأربعة وستين سنتا ليبلغ 52 دولارا وثلاثة سنتات للبرميل. أوضحت الهيئة العامة للكهرباء والمياه بأن عمليات الحفر لإحدى الشركات تسببت في انفصال طرفي أنبوب للمياه نتج عنه انهيار للتربة ووفاة أحد العمال يوم الثلاثاء الفائت بولاية إبراء، مؤكدة على ضرورة الحصول على التصاريح اللازمة والالتزام بالتعليمات قبل الشروع في أي أعمال. لدواع إنسانية، سلاح الجو السلطاني العماني يسير رحلة خاصة لنقل أحد المواطنين من جمهورية الصين الشعبية إلى أرض الوطن بعد دخوله في غيبوبة إثر عملية جراحية. في احتفالية أقيمت بقصر البستان أطلقت شركة سامسونج هاتفيها الجديدين جالكسي S8 بسعر يقارب 300 ريال عماني وS8 بلس بسعر يبلغ حوالي 337 ريالا عمانيا. تكريم المنتخب العسكري لكرة القدم الحاصل على كأس العالم العسكرية الثانية لكرة القدم وفريق قوات السلطان المسلحة للرماية والفريق الوطني للرماية التي مثلت السلطنة في عدد من المحافل الإقليمية والدولية.